موقع ستراتفور الأمريكي تحدث وجاء على ذكر ذلك، لكن تحدث بأن يمكن أن يكون هناك اجتماعات دولية أو قمم دولية متعلقة بما يحصل الآن، لكن ما مدى تأثير ذلك على السياسة الخارجية لروسيا تحديدا، هنا أقصد روسيا، تجاه الصين وتجاه أوروبا وتجاه حتى الولايات المتحدة الأمريكية؟ تلاحظ تماما أنه الآن الكل يستنجد، حتى الدول الأوروبية تستنجد بروسيا وبالصين، وبالتالي لا تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية كحليف، ولا تتحدث حتى فيما يتعلق بالكورونا وبالتالي بإيجاد السبل الأساسية ومعالجة الحالة. من هنا أنا باعتقادي